تعالوا بقى نروح لاول اخبارنا على صعيد مختلف حبتين، وهو خبر حلو الحقيقه، هو خبر فوز الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي على سبورتنج وتتويجه بلقب دوري المرتبط. الحقيقه المباراه كانت قويه جدا جدا وحماسيه جدا، ولاعبات النادي الاهلي تالقنا بالمعنى الحرفي للكلمه، خصوصا سرايا محمد ونادين السلعاوي اللي الحقيقه تميزوا امبارح بالرميات الثلاثيه المتعدده. المباراه بالمناسبه انتهت بفوز لاعبتنا بنتيجه 77-45، طبعا يعني سكور كبير الحقيقه، بنقول لهم مليون مبروك وان شاء الله اللي جاي احلى واقوى كمان باذن الله. مبروك عليهم، وحاجه كانت ومشهد كان جميل جدا، والتتويج حاجه تسعدك. وفي اللحظه اللي كابتن او في نفس اليوم اللي كابتن محمود الخطيب وصل فيه مصر، اعتقد برضو دي كلها يعني مناسبات سعيده زي ما بيتقال. امبارح كان يوم حلو برضو على النادي الاهلي بصراحه، مبروك وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله، حاجه اكيد بتساعدنا جميعا. وحلو ان انت كده بتلاقي عندك تالق مش بس في رياضه واحده، احنا الحمد لله رقم واحد في كره القدم، لكن برضو ان انت تخش في رياضات مختلفه كمان وتبقى من التوب مثلا تيمز فيها، لا اعتقد دي برضو ده انجاز كبير، ودي برضو مش حاجه جديده على كل حال، بس انك تحافظ على مستوى ده امر برضو احنا بنحتاجه.